البيان الإسلامي نهج علي عزة بيغوفيتش في إقامة الدولة الإسلامية الموحدة نشرت جريدة الحياة الدولية العربية التي تصدر في لندن في عددها رقم 10812 يوم الأربعاء السادس عشر من سبتمبر 1992 الموافق التاسع عشر من ربيع الأول 1413 هجري مقتطفات وافية من البيان الإسلامي الذي يعكس آراء الرئيس البوسنوي في كل من إقامة الدولة الإسلامية وقضية فلسطين أعدها جميل روفائيل مندوب الحياة الدولية في بلغراد يتكون من قسمين الأول يتضمن محتويات البيان وهو غير موقع بأي اسم أو جهة والنصف الثاني يشتمل على الإجراءات القضائية التي اتخذتها ضد السيد بيجوفيتش السلطات الحكومية في البوسنة عام 1983 بإحالته إلى محكمة سراييفو ثم استئناف القضية في المحكمة الاتحادية العليا في بلغراد والحكم عليه بتاريخ 14/3 1984 لمدة تسع سنوات بسبب مواقفه السياسية والتحريض على هدم السلطة الدستورية الشرعية في البلاد المهم في الكتاب هو القسم الأول المتضمن نص البيان الإسلامي المنشور بإحدى فصائل اللغات السلافية المسمات الصربية الكرواتية وهي اللغة الأم للمسلمين الصرب والكرواتيين في منطقة الاتحاد اليوغسلافي السابق يبدو واضحا أن بيغوفيتش توخى أن يطرح أفكاره بصورة وثيقة كخط عام لنظام مستقبلي وبإيجاز كبير متقصدا عدم الإطالة والإسهاب في التوضيح باعتبار أن وضوح مدلولاته تستند على الآيات القرآنية، وأن شاهدها هو كلام الله عز وجل، الذي يأمر المسلمين في كل مكان للاتحاد وفق هدى القرآن الكريم، ولهذا يؤكد السيد بيجوفيتش أنه ينبغي أن يكون بيانه الإسلامي مصدرا للإلهام وخطة للعمل. يفتتح البيان باسم الله الرحمن الرحيم منهج واحد للإيمان الإسلامي والشعب المسلم هدفنا عودة المسلمين إلى إسلامهم شعارنا الإيمان والجهاد يبدأ البيان بمقدمة تتناول الضرورة الحتمية لوحدة المسلمين كي يتميز عن غيرهم ويضمن انتصارهم في وجه التحديات ويقول هذا البيان الذي نقدمه للرأي العام اليوم ليس الغرض منه تقديم درس للاخرين وانما لنثبت للمتشككين بان هذا البيان ليس ضد اي جهه او مجموعه او فكر وبالنسبه للمسلمين المؤمنين فانه سيكون مرشدا لتعميق حبهم للاسلام وايمانهم به وبعد ان يتناول ظروف العالم الاسلامي وانقساماته قبل عام 1970 يؤكد أن فكرة الوحدة الإسلامية ليست جديدة وأن تحقيقها لا يتطلب فقط وجود تنظيم لها ما دام المسلمون إخوة، وإنما يتطلب أيضا توافر الجهاد والشجاعة والتضحية لدى الأمة الإسلامية جمعاء على أساس المصير المشترك يقول: "يمر العالم الإسلامي بمرحلة تغير وولادة" ومهما كانت نتائج هذه التغيرات فإنها لن تبقي العالم الإسلامي حسب ما كان عليه في النصف الأول من القرن الجاري، ويحاول كل من الشرق والغرب استغلال الظرف الراهن في البلاد الإسلامية لتحقيق أهدافه بوسائل ليست عسكرية لتأمين وجوده بين المسلمين وإبقاء الشعوب المسلمة على ما هي عليه من تخلف وارتباط مادي وسياسي به. إن جذور الجهاد الإسلامي قديمة وتاريخية وقد سقطت قوافل الشهداء وهي تقاتل الجاهلية ولتجاوز المصاعب الحالية لا بد أن ينتظم مئات ملايين المسلمين في وحدة جامعة متينة ثم يتطرق إلى ما يهدف إليه البيان ويقول نريد أن يخرج المسلمون من دائرتهم الموصوفة بالتخلف والفقر والاعتماد على الآخرين نريد بخطوات واثقة ان نقف على بدايه طريق العوده الى سياده انفسنا ومستقبلنا نطالب بشجاعه الاستفاده مره اخرى من عبقرياتنا الاسلاميه وبذلك نستطيع سلوك الصراط المستقيم نحو الهدف المنشود اقامه الاسلام على كل الاصعده لدى الافراد وفي اطار العائله والمجتمع ومن خلال العوده الى العقيده الاسلاميه واقامه مجتمع اسلامي موحد من المغرب الى اندونيسيا ويحض البيان المسلمين أينما وجدوا وهو لا يذكر إطلاقا مسلمي البوسنة أو يوغسلافيا ولا يشخص دولة إسلامية كقائدة إنما يوجه نداءه للمسلمين قاطبة الذين يخاطبهم قائلا قد يبدو الهدف الذي نصب إليه بعيد المنال لكنه واقعي وحقيقة لأنه بحد ذاته يقع ضمن البعد الممكن التحقيق على النقيض من الأفكار المماثلة غير الإسلامية التي هي طوباوية وخيالية، ورغم ذلك فإنه يجري العمل لتحقيقها، ويستند في تأكيد صحة ما يذهب إليه من خلال اعتماده على القرآن الكريم الذي هو إضافة إلى أنه كتاب ديني هو منهج لمجالات الحياة المختلفة التي يقتضى أن يترجمها المسلمون إلى حيز الواقع، لأن المسلم يعتبر فقيرا روحيا دون التربية الإسلامية التي جاء بها القرآن الذي هو أساس الحضارة التي لا يمكن أن تزول، ويوعز التأخر الحالي لبعض الدول الإسلامية التي كانت ذات شأن في السابق إلى ابتعادها عن الإسلام، ويضرب مثلا لذلك تركيا التي خسرت عن قصد حتى أحرف الكتابة القرآنية التي هي شيء مثالي بالنسبة للمسلمين، لا لسبب سوى الرغبة في مجاراة الغرب على حساب التراث الإسلامي، ويحمل مصطفى كمال مسؤولية كل التخلف الذي طرأ على تركيا، ويقول: إن الذي جلبه لتركيا كان غريبًا عن التراث والحضارة التي وفرت ما شهده الأتراك من قوة وعظمة لقرون طويلة. ثم يقسم البيان إلى ثلاثة أبواب، الأول تخلف الشعوب الإسلامية، الثاني النظام الإسلامي، الثالث مشاكل النظام الإسلامي الحالية ويختتمه بخلاصة عامة. الباب الأول تخلف الشعوب الإسلامية، يبدأ هذا الباب بعنوان فرعي المحافظون والمجددون، يؤكد عدم اعتراضه على تسمية المحافظون والمجددون على رغم التباين بين أفكارهم شريطه التقائهم في نقطه واحده هي العقيده الاسلاميه ومحاربتهم للاميه التي تؤدي الى الجهل بامور الدين ويشير الى التقدم الذي حققه المسلمون في عهودهم الاولى التي لا تزال اثاره شاخصه الى يومنا هذا والتي تؤكد مدى عظمه المسلمين عندما يلتزمون نهج القران الكريم ثم يتطرق ايضا الى الاضرار التي لحقت بالمسلمين نتيجه ما جلبه مصطفى كمال لتركيا ويتناول انقسامات المسلمين الحاليه ويعتبر ان هذا هو سبب تخلف المسلمين الحالي رغم امكاناتهم ووجود وحده تجمعهم اساسها القران الذي يمتلك كل الدوافع والمحفزات اللازمه للتقدم ويستغرب من عدم المبالاه الموجوده عند المسلمين بشان وحدتهم والتي تركز التجزئه والتقسيمات التي يعيشونها ويطالب بضروره يقظه اسلاميه لتجاوز هذا الوضع الذي ادى الى عدم اهتمام الجماهير الاسلاميه بقضاياها المشتركه وهو يعارض الاستغلال المتطرف للعقيده الاسلاميه من اجل توحيد المسلمين ولان ذلك قد يضر الوحده الاسلاميه اكثر مما يفيدها لأن الالتزام بالإسلام الحقيقي هو الذي يجعل المسلم يتصف بالمثالية في هذا العالم، وأن القرآن هو الفكر الإلهي المتجدد دائما في كل العصور، ولهذا فعل المسلم سواء كان محافظا أو مجددا عليه أن يناضل من أجل المحافظة على الإسلام كما أورده القرآن. (أسباب الإحباط) يتناول تحت هذا العنوان الفرعي بداية الدعوة الإسلامية ووفاء المسلمين الأوائل لدينهم التي أدت إلى انتصار المسلمين على المشركين، ثم فتوحاتهم بعد ذلك ونشر الإسلام، وأنه بدأ الإحباط يحل بهم بعد أن حلت الفتنة بينهم وانقسموا إلى دويلات بعد أن اعتمدوا على الأجانب، ويعتبر أن الإحباط بدأ بعد عام 830 ميلادي. أي مع نهاية أيام الخليفة العباسي المأمون، إلا أنه استمر بواسطة الأتراك الذين التزموا بالدين الإسلامي، إلا أنه بدأ من جديد عام 1919 بعد أن ابتعد الأتراك عن تراثهم الإسلامي، ويقول: إننا الآن نستطيع أن نقضي على الإحباط بين المسلمين إذا وضعنا في اعتبارنا السؤال: كم نحن مسلمون؟ وهو يعتبر ان الانقلابات التي حدثت في البلاد الاسلاميه ويضرب مثلا ما حدث في العراق بعد عام 1958 قد ادت الى اضرار في تقدم المسلمين لانها سببت اضرارا اقتصاديه خصوصا في الميدان الزراعي ثم يتحدث عن عدم الاستغلال الاسلامي الصحيح للقدرات الاسلاميه في البلدان الاسلاميه ويضرب امثله الباكستان والجزائر ونيجيريا وينتقد العرب الذين اتخذوا من اللغات لبلادهم غير العربيه ويشير الى الحبيب بورقيبه الذي جعل الناس حتى في بيوتهم يتكلمون الفرنسيه ويتصفون بالثقافه الاوروبيه فجعل تونس ليس فقط تفقد هويتها الاسلاميه وانما ايضا عزلها عن العالم العربي ويقول إن الأشياء الجديدة يمكن الأخذ بها ما دامت لا تتعارض مع الفكر الإسلامي، لأنه بخلاف ذلك ستضر بالوحدة الإسلامية والعمل على سبيل الإسلام. يعتبر علي عزت بيجوفيتش في الباب الثاني من البيان الإسلامي أن النظام الإسلامي يقوم على الدين والمجتمع الموحد، أي أنه نظام العقيدة ومصلحة المسلمين، وهو الذي يضمن العلاقة بين الوحدة الروحية والدولة. وهو نظام التطوع والواجب انطلاقا من ان الاسلام ليس فقط ديانه انما نظام اجتماعي متكامل ويشير الى وجود ثلاثه مبادئ في الاسلام لا يمكن تغييرها تنظم العلاقه بين الناس واحد ان النظام الاسلامي هو النظام الوحيد الذي يعمل من اجل مجتمع دولي افضل 2- أن هذا النظام منفتح نحو العلم، وأي نظرية علمية يجب أن تحتوي في طياتها قمة الإنسانية وأن تكون تعبيرا صادقا للعلاقة بين الدين الإسلامي والعلم. 3- أن هذا النظام هو تأكيد للعلاقة بين الدين والعلم، بين الأخلاق والسياسة، بين الفرد والمجتمع، بين الروحانية والمادية. والإسلام في هذا المجال خلاق لأنه يربط بينها جميعًا، ولهذا فإن النظام الإسلامي يرتكز على أساسين: المجتمع الإسلامي والحكم الإسلامي، ولا يمكن تحقيق نظام إسلامي من دونهما. النظام الإسلامي لعصرنا يجب أن يعتمد الفرد والمجتمع. المجتمع الإسلامي لا يمكن أن يقوم على العلاقات الاجتماعية والاقتصادية فقط. لأنه في تركيبته الأساسية يحتوي على العلاقة الدينية القائمة على أساس: إن الفرد عنصر في الجماعة، والجماعة تقوم على أساس انتمائها الروحي، حيث تكون العلاقات فيها بين الأفراد من خلال تعارفهم، أي أن الفرد تربطه علاقة بفرد آخر، وهكذا. المساواة بين البشر يشير إلى أن المسلمين سواسية لا فرق بينهم إلا بالتقوى، وأن الإسلام يرفض التقسيم والتفريق بين الناس، وأن الفارق الوحيد بينهم هو بأعمالهم، مسترشدًا بالآية الكريمة "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ" الأخوة في الإسلام، المسلمون إخوة، يؤكد ذلك القرآن الكريم في سورة الحجرات الآية التاسعة، وانطلاقًا من هذا يجد المسلم نفسه ملتزمًا بمصالح إخوانه المسلمين في أصقاع الأرض، وحدة حال المسلمين، الإسلام يحتوي كل المبادئ التي تضمن وحدة المسلمين من الإيمان والثقافة والسياسة فالإسلام ليس قومية ولكنه فوق القوميات لأنه يوحدها. إن النظريات التي تحاول التفرقة سواء على أساس مادي أو عقائدي أو طائفي وغيرها تتعارض والإسلام ووفق هذا المبدأ يجب علينا الإبقاء على وحدة الأمة الإسلامية فالإسلام له فكره والجامعة الإسلامية هي اتجاهه السياسي. (الملكية) الإسلام يبيح الملكية الخاصة وهو لا يمانع الغنية على أن يكون الإنسان صالحا ويكتسب وفق الشرع أما الموارد الطبيعية العامة فهي ملكية عامة ويجب الاستفادة منها لصالح كل أفراد المجتمع ويرد الآية لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد شهادة على موقف الإسلام من الملكيتين الخاصة والعامة الزكاة والفائدة الزكاة من أركان الإسلام، وهي لتوزيع الأموال بين الناس بالعدل، والإسلام يبيح استعمال السلطة لتطبيق نظام الزكاة، في حين أن الإسلام حرم الفائدة على الأموال؛ لأنها تدخل في نطاق الربا. الشورى: الأمور الإسلامية، أو ما بين المسلمين من أمور، يجب أن تحكمها الشورى التي أمر الله بها، ولهذا فإن مبادئ الجمهورية الإسلامية الثلاثة: اختيار أولي الأمر، وواجباتهم تجاه الناس وإطاعة المجتمع لهم. لا إله إلا الله. الإسلام يقوم على وحدانية الله عز وجل، وكل الأمور بيد الله الذي لا شريك له، وحياة الإنسان ملك له. الشكر يكون لله وحده، والله وحده هو الذي يستطيع مساعدة الناس. النشء النشء أحد القواعد الأساسية لاستمرار المجتمع الإسلامي. فلا بد من الاهتمام به وتعليمه وتأديبه، ويتم ذلك من خلال العائلة. التعليم: الإسلام لا يقف بوجه التعليم من أجل إعاقته كما يدّعي البعض، وإنما يحاول دائمًا الحفاظ على الحضارة والثقافة والمبادئ الدينية لصيانتها ضمن الأطر الإسلامية، فليس هناك أصح وأنفع من اكتساب العلم وتطبيقه. وبالنظر لكثرة عدد الأميين في البلاد الإسلامية، يجب الاستعجال بتعميم المدارس والجامعات لكي لا يضطر المسلمون للتعلم عند الآخرين. وليس المهم من أين نأخذ أو لا نأخذ العلم والتكنولوجيا، لأننا يجب أن نأخذ إذا أردنا التقدم. السؤال المهم هو: إلى متى سنبقى مستمرين في إضاعة التعلم؟ وما هو مدى صيانتنا لمعارفنا وثقافتنا وأخلاقنا؟ وفي بداية التعليم تستطيع أن تقدم الجوامع والمساجد الحقيقة كالمدارس، وإذا لم يكن هذا في مناهجنا يمكن أن نبقى مهزومين. حرية الرأي: إن التربية الصحيحة للشعب تتطلب خصوصًا أن تكون وسائل الاتصال الجماهيري كالصحافة والإذاعة والتلفزيون والأفلام بيد أشخاص يحسنون تقديمها بسجايا إسلامية. وهذا لا يعني أن الفكرة في النظام الإسلامي يخضع للدكتاتورية، إنما يعني الحفاظ على نسق الأخلاق وصلاح تربية النشأ. وتطور المجتمعات الإسلامية لا يمكن أن يتم بمعزل عن الدين ولا يمكن أن ينجح من دون الثورة الإسلامية. وطريقنا يقوم على كسب الإنسان وليس الاستيلاء على السلطة. الإسلام والاستقلال لا يوجد نظام إسلامي من دون الاستقلال والحرية. وبالمقابل. لا يوجد استقلال وحرية من دون إسلام، وهذا الوضع أخيرا له مقصدان، الأول أن الاستقلال يكون حقيقيا ودائما فقط إذا جاء نتيجة لسيطرة الروح الدينية، أي استقلالية الفكر، سواء بالنسبة للفرد أو المجتمع، والثاني أن السند الفعال الذي يقدمه أي شعب مسلم يتوقف على مدى التزام النظام بالسجايا الإسلامية في أسلوب الحكم. والنظام الديمقراطي بهذا المفهوم هو الديمقراطيه من حيث المبدا وليس الديمقراطيه كنظام يتحكم بقوانينه احد الاطراف من دون ان تكون هناك سلطه فعليه تؤثر فيه العمل والجهاد المجتمع الاسلامي يجب ان ياخذ على عاتقه تجنيد الناس والموارد الطبيعيه من اجل الصالح العام بعمل مرموق ونشاط واستمرار المجتمع الإسلامي أو عدم استمراره يعتمد على قانون العمل والتعاون بين الناس، وبهذه النظرة فإن مجتمعنا يتمتع بميزة أن الله لن يقطع عنه العون. وحسب فكرنا فإن الحالة النفسية تتطلب الإيمان بمنتهى الأخلاق من أجل انتظار أقصى المساعدة. المرأة والعائلة موقع المرأة الحالي في المجتمع الإسلامي يجب تغييره وتحسينه بما يتناسب ودور المرأة كأم ومربية طبيعية للنشء، ولابد من تعليم المرأة ورفع مستواها التثقيفي والتعليمي لكي تقوم بهذا الدور، والحريم كانت لهم نهايتهم وليس لأحد الحق ليدعو باسم الإسلام لإبقاء النساء كما هم، وكل أنواع هذا الاستغلال يجب أن تكون له نهاية. الغاية لا تبرر الوسيلة، الجهاد في سبيل الإسلام يسمح باستعمال كل الوسائل الممكنة ما عدا الجريمة أي الإرهاب، ومن غير المسموح به لأحد أن يلطخ وجه هذا الجهاد باستعمال القوة لإخضاع الآخرين باسم الإسلام، لأن أساس المجتمع الإسلامي هو العدالة، والقرآن لم يطلب منا أن نحب الأعداء إلا أنه أمرنا أن نكون عادلين تجاههم وأن نغفر لهم عندما يكون ذلك باستطاعتنا، أما ما يتعلق بمتطلبات استعمال القوة فيكون ذلك عند الحاجة إلى فرض الأمن والاستقرار. الأقليات: النظام الإسلامي يجب أن يتحقق في البلدان التي يشكل المسلمون غالبية سكانها، وبغير هذه الغالبية لن يكون النظام الإسلامي في قمة الحكم. والاقليات غير المسلمه في البلدان الاسلاميه تكون لها الحريه الدينيه والحقوق المصانه وموقع الاقليه الاسلاميه في المجتمعات التي ليست ضمن الوحده الاسلاميه يتوقف ضمان حريتها الدينيه وحياتها الاعتياديه وتقدمها على وحدتها تجاه اي ضرر يلحق الاسلام والمسلمين ومكانة الأقليات الإسلامية في البلدان التي ليست ضمن الوحدة الإسلامية يعتمد دائما على تماسكها القوي واهتمام جامعة المسلمين الموحدة بها. العلاقات بالنسبة للمجتمعات الأخرى تقوم العلاقات بين المجتمع الإسلامي والمجتمعات الأخرى في العالم على المبادئ الآتية: 1- حرية المعتقد الديني، 2- مبدأ استعمال القوة للدفاع عن النفس، 3- تحريم الحرب العدوانية والإجرام، أربعة: التعاون المشترك والتعارف بين الأشخاص، خمسة: احترام الوعود والتعهدات، ستة: الاحترام المتبادل. وفي الباب الثالث من كتاب البيان الإسلامي، يعدد علي عزت بيكوفيتش مشاكل النظام الإسلامي الحالية ويسأل: هل البعث الإسلامي هو إيماني أم ثورة سياسية؟ والنظام الإسلامي هو الوحدة الدينية ونظام اجتماعي سياسي، وهل تطبيقه يتم من خلال الإيمان أم الثورة الإسلامية؟ وجوابًا على هذه المسألة نقول: إن التطور الإسلامي لا يمكن أن يقوم إلا على أساس ديني ولا يمكن أن يكتب له النجاح دون الثورة الإسلامية. ماذا تعني النهضة الدينية بالنسبة للحركة الإسلامية؟ إنها تقدم العلاقة لمعرفة أمرين: الوعي الجديد والمحبة الجديدة، وفي الانبعاث الإسلامي علينا إدراك أمرين مهمين، الأول جاء في القرآن الكريم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والثاني لنا قانون في تجربة الإسلام الأولى وكفاح محمد صلى الله عليه وسلم، إن الدين الإسلامي في السنوات الثلاث عشر الأولى كان يهتم فقط بالأسس الدينية ولم يتعرض للقضايا الاجتماعية أو المشاكل السياسية أو أي نموذج قانوني اجتماعي إسلامي وفي الانبعاث الإسلامي ننتظر أيضا ثلاثة أمور مهمة واحد فقط النهضة الإسلامية تستطيع أن تقودنا نحو الهدف الصحيح وهذا لن يتأتى إلا بالتمسك بتعاليم القرآن اثنان وجود الاستعداد لدى المسلمين للتضحية من أجل هذا الانبعاث ثلاثة بسبب التخلف في المجتمعات الإسلامية لا بد من وضع برنامج تعليميا وتثقيفيا مكثف الحكم الإسلامي علينا أن نعلم أن النهضة الدينية لا يمكن أن تعني أن النظام الإسلامي ممكن أن يقوم من دون الحكم الإسلامي والمواطن في الدولة الإسلامية يجب أن يكون قبل كل شيء مسلماً مؤمناً ثم مجاهداً، إننا نناهض الذين يتهمون الإسلام أو الشعب الإسلامي أو الأمة الإسلامية بإعاقة التقدم. يتطرق كمثال لدولة تتخذ الإسلام نظاماً للحكم جمهورية الباكستان ويعتبر أن التجربة غير ناجحة وفق المفهوم الذي يهدف إليه هذا البيان، لأن حقيقة أساس الحكم لم يقم أو لم يقم بشكل كامل على الإسلام، ولم يعمل على تثقيف الشعب لرقي النموذج، وأنه لم يستطع أن يستقطب الأمة الإسلامية للعون على رغم أنها، أي تجربة الباكستان نوع من الأمل. الإسلام والمفهوم القومي إن الإسلام أمام مهمة طبيعية وهي تحقيق مآرب المسلمين بإقامة أمتهم الواحدة من المغرب حتى إندونيسيا، ومن أواسط أفريقيا الحارة إلى أواسط آسيا الباردة، وإن إقامة المجتمع الإسلامي الموحد ليست فكرة أحد وليست رغبة جامحة لأي كائن، وإنما هي تقوم على ما ورد في القرآن بأن المسلمين إخوة، وأن الإسلام يوحد المسلمين في صيامهم وحجهم إلى مكة. وبالنسبه لنا مثلا شعب كامل اليوم مجزا شعب واحد كالعربي من الضروري ان يكون بحكم موحد هذه مساله اسلاميه مهمه ان المسلمين في مصر لا يشعرون بمعاناه المسلمين في اثيوبيا او كشمير في الوقت الذي لا تستطيع فيه البلدان العربيه الحد من قساوه اسرائيل هذا يعني ان هناك شيئا غير عادي بوحده الشعب العربي يجب ان يكون الصحيح بالوحده الاسلاميه وان فكره القوميه في الدول الاسلاميه فكره دخيله اجنبيه جاء بها عدد من المثقفين من سوريا انهوا تعليمهم في امريكا واوروبا وسبقتهم بذلك تركيا من خلال مصطفى كمال ونجدها ايضا في دول اسلاميه اخرى ان هذه الفكره القوميه غريبه عنا لان مفهوم الامه الاسلاميه هو الصحيح وان فكره القوميه الداخليه نجدها بما تزرعه بشانها ايضا الجامعات الاجنبيه في بيروت وما بثه سوكارنو في اندونيسيا وحزب البعث في الدول العربيه وبالنسبه لفلسطين كانت دائما بالنسبه للمسلمين في موضع القلب وبالنسبه للقوميين بضاعه مستورده والقدس ليست فقط مسألة الفلسطينيين أو العرب وإنما هي قضية الإسلام والمسلمين ويتطرق إلى الديانتين المسيحية واليهودية من منظور القرآن الذي يقتضي التعامل وفقه مع معتنقي هاتين الديانتين ثم يتطرق إلى الاشتراكية والرأسمالية وتطور المجتمعات خلال المئتي سنة الأخيرة وتطور الرأسمالية اعتبارا من بداية الحرب العالمية الثانية ويشير إلى أنه ثبت عدم صحة الفرضيات الماركسية للأسباب الآتية واحد التضارب بين القوى العاملة وقوى الإنتاج في النظم الاشتراكية اثنان أن القوى العاملة في المجتمعات الرأسمالية تشكلت هي الأخرى من دون الاعتماد على الوسائل الثورية ثلاثة أن العلاقة ما بين البنية التحتية والبنية الفوقية ليست بالشكل المثالي الذي تكلم عنه ماركس إن ما قدمته هو عبارة عن تلخيص لتطور النظام الإسلامي في أماكن تجمع المسلمين وانبعاثهم، الكثيرون سيتساءلون عن القوة التي سيكون بمقدورها أن تحقق الانبعاث للمسلمين، نحن نرى بأن ذلك يعتمد على الأجيال المسلمة المقبلة، هذه الأجيال التي تشكل مئة مليون شاب وشابة ولدوا في الإسلام وتربوا في مرارة الهزيمة التي تربط فيما بينهم والذين سيرفضون العيش على الأمجاد القديمة والمساعدات الأجنبية الذين سيجتمعون على أهداف مشتركة حقيقية تؤمن لهم الحياة الكريمة الذين يحملون في داخلهم القوة والطاقة القادرة على تحقيق المستحيل وسيواجهون بها الصعاب هذه الاجيال لم يكن من الممكن ان تكون موجوده في الماضي لانه كان لابد من المرور في فتره اضطراب ولا بد من اثبات عدم قدره الارباب الكاذبين والاباء المتخلفين المختلفي الاوطان كان لابد ان نضرب في سيناء ولا بد من اضطهاد الاندونيسيين ومن هزه في الباكستان كان لابد ان يتكلم الكثيرون عن الحريه وعن العيش الافضل وعن الثوره كان لابد من ميلاد الطغاة ومن قهر الفقراء كان لابد من هذا كله لميلاد الزمن الذي تبدأ فيه هذه الأجيال بأن ترى بوضوح عدم جدوى البحث في الفراغ وأن مخرجها الوحيد بتجمع إسلامي واحد عندما تتجه هذه الأجيال إلى داخلها وتعتمد على روحانياتها ومصادرها المادية أي عندما تعتمد على الإسلام والمسلمين العالم الاسلامي الان متعدد الشعوب والجنسيات والقوانين التي تحكمه ولكن الشيء الوحيد الذي يربط بين هذا كله هو القران الذي يقرا في كل اصقاع العالم الاسلامي من الهند الى الجزائر الى نيجيريا اذ يشعر الجميع بانتمائهم الى المجتمع الاسلامي وهذا ما يشكل مصدر الطاقه التي ستحرك العالم الاسلامي القائمة على الانتماء الإسلامي والجمالية الإسلامية التي تقوم بربط هذه المشاعر فيما بينها. الجمالية التي تتشكل بصورة عبقرية الشعوب وتتحول إلى أمثلة حية في حياة الإنسان المسلم. هذه الحقائق لا تعني فقط أنها تهدف إلى عالم إنساني أفضل، وإنما تعني عالمًا أفضل، والعالم الإسلامي حي، لأنه يقوم على المحبة والمشاعر. ولا يقوم على موت الاخرين. العالم الاسلامي ليس صحراء، بل انه الواحة التي تنتظر لكي تزيدها جمالا وانطلاقا من هذه الحقائق. إن مهمتنا يكتب لها الحياة أكثر وأكثر، وهذه الحقيقة تتكون من أن هذه المشاعر التي هي مصدر القوة يجب أن نحولها إلى قوة حقيقية. إنه لابد من تطبيق القرآن والمشاعر الإسلامية لابد من وضعها في أطر تنظيمية تخلق مجتمعًا موحدًا إنسانيًا بأفكار واضحة ذات علاقات حضارية واجتماعية تحوي في طياتها قوانين المستقبل ومؤسسات مجتمع هذا المستقبل، أي أن المشاركة في الحدث تعني مشاركة في المجتمع واي نضال هو النضال الجماعي المنظم والاجيال الشابه سوف تستطيع القيام بواجباتها اذا كانت طموحاتها وافكارها قد وضعت في حركه منظمه ضمن مؤسسات سبل منسقه وعمل مشترك ان خلق هذه الحركه بهدف مشترك وبرنامج موحد هو شرط مهم ونقطه صالحه للانطلاق والانبعاث في كل الدول الاسلاميه ان هذه الحركه سوف تضم في صفوفها المسلمين وتنشئ وتحقق الاهداف المنشوده وسوف تجد السبل السليمه لتحقيق ما تصبو اليه من خلق للحياه وتوفير معاني التحرك وستكون معبره عن ضمير ورغبه المجتمع الاسلامي الذي طالما كان يطمح الى ذلك نقول هذا ونحن على ثقه بانه لا يوجد هناك شيء اسمه ارض الميعاد أو زمن المعجزات ولا يوجد المهدي الذي ننتظر وعده فقط الذي نوعده نحن هو العمل والنضال والتضحية وعندما نقدم على هذا العمل نكون واثقين بأننا نعتمد على إيماننا بالله وعلى ثقة الشعب عام 1989 ميلادي 1409-1410 هجري نسف جامع أرناقيا وجامع زغرب أو زغرب بوادر الكارثة. الدولة اليوغسلافية تعود إلى سياسة اضطهاد الإسلام. أهالي أرناقيا الغربية من سكوب عاصمة ولاية مقدونيا يفاجئون بالحكومة اليوغسلافية تدمر جامعهم بثمانين كيلوغراما من الديناميت. جامع أرناقيا مبني بالجهود الذاتية للمسلمين، ولم يكن بناؤه قد تم بعد. ومعنى نسف مسجد أرناقية تحذير للمسلمين بأن كل جامع بنوه بدون إذن رسمي معناه نسفه بالديناميت أيضا المعروف أن الحصول على إذن بناء مسجد أو جامع في يوغسلافيا في هذه الفترة يعتبر مستحيلا السلطات الشيوعية في ولاية الصرب اليوغسلافية بدأت عدوانية جديدة ضد الإسلام والمسلمين عن طريق الصحافة والإعلام المجلة الرسمية للحكومة اليوغسلافية (نين) تنشر مقالات قبيحة باللغة الصربية موجهة ضد الإسلام والمسلمين. يناير 1992 ميلادي 1412 هجري دور اليهود في تأديب الكروات: الدكتور إدريس ريسيتش رئيس تحرير مجلة الفكر الإسلامي التي تصدر في البوسنة والهرسك يقول لمندوب جريدة الزمان التركية: إن الحرب الدائرة الآن في كرواتيا بين الصرب والكرواتيين وهي حرب أهلية بين الكروات والأقلية الصربية عبارة عن تحقيق رغبة اليهود في تأديب الكرواتيين وأن جذور هذه الحرب الأهلية يعود إلى الحرب العالمية الثانية. لقد قامت دوله كرواتيا المستقله في حمايه هتلر بين عامي 1941 و1944 وقد اخذ كل من الالمان والكروات يقتلون في اليهود خلال هذه الاعوام الاربعه ولم ينسى اليهود ثارهم خلال هذه الخمسين عاما لذلك فهم يدعمون الصرب تدعيما هائلا وان ميلوزوفيتش قد اصبح اداه لثار اليهود من الكروات علم بذلك أو لم يعلم صحيفة زمان التركية بتاريخ 1-1-1992 زعماء الصرب يعلنون صراحة عن نياتهم يجتمع أكثر من ممثلي مئة حزب سياسي ومنظمة ومن المتوقع بعد هذا الاجتماع الإعلان عن إقامة دولة يوغسلافيا الجديدة وريثا شرعيا لاتحاد الجمهوريات اليوغوسلافية سيحضر هذا الإجتماع الزعماء الصربيون المؤيدون للرئيس سلوبودان ميلوزوفيتش، وسيطلبون أن تكون الأراضي التي يعيش عليها الصرب في الجمهوريات الأخرى جزءًا من دولة يوغوسلافيا الجديدة. صحيفة زمان تاريخ 3/1/1992 رئيس دولة كرواتيا يعلن مخاوفه من قيام حرب في البوسنة والهرسك. أعرب فرانجو توغمان رئيس دولة كرواتيا أنه متفائل بوقف إطلاق النار مع الجيش الفيدرالي إلا أنه عبر عن مخاوفه من قيام حرب أكثر وخامة من الحرب الدائرة في كرواتيا وقال إن انفجار حرب في البوسنة والهرسك بين الصرب والمسلمين سيدفع البوسنة والهرسك إلى حرب أهلية مخيفة ووصف الوثيقة التي وقعها أكثر من مئة جماعة سياسية صربية بتكوين دولة يوغسلافيا الجديدة بأنها تشكل مقدمات حرب أهلية ضخمة في البوسنة والهرسك صحيفة الزمان بتاريخ 5-1992 عزة بيكوفيتش يدين استقلال الصرب بمنطقتهم في البوسنة والهرسك علي عزت بيكوفيتش رئيس جمهورية البوسنة والهرسك يقول لن نسمح بتمزيق البلاد بعد أن قرر الصرب في البوسنة والهرسك إعلان استقلالهم وأذاع في راديو زغرب أو زغرب أنه ضد انفصال الصرب عن البلاد أما رادوان أو رادوفان كارزاديتش زعيم الأقلية الصربية فيقول لم تعد البوسنة والهرسك كلا واحدا لأن يوغسلافيا نفسها لم تعد كلا واحدا صحيفة زمان تاريخ 11 واحد 1992 قرار مسلمي البوسنة والهرسك بالدفاع عن وطنهم قرر المسلمون في البوسنة والهرسك إدانة إعلان الأقلية الصربية في البلاد استقلالها، وقالوا في خطبة الجمعة أنهم قرروا حماية وطنهم وأنهم يرغبون في العيش في سلام مع الأقليات في البلاد من صرب أرثوذكس وكروات كاثوليك. وقال إبراهيم كوبيتش أن كل مسلمي البلاد يؤيدون سياسة رئيس الدولة علي عزت بيكوفيتش تأييدا كاملا وأن المسلمين لا يرون محظوراً في إقامة اتفاق مع جمهوريات يوغوسلافيا الأخرى المستقلة. صحيفة زمان تاريخ 12/1 1992 انتهاء دولة يوغوسلافيا دول المجموعة الأوروبية تعترف بدولة كرواتيا وكذلك بدولة سلوفانيا أو سلوفينيا، لذلك يعتبر اتحاد دولة يوغوسلافيا قد انتهى رسمياً. روزمير محمود جهايتش نائب رئيس وزارة جمهورية البوسنة والهرسك في يوغسلافيا يقول لوكالة أنباء تانيوج أو تانيوج أن قرار المجموعة الأوروبية بالاعتراف بكل من كرواتيا وسلوفانيا يعني اعتراف المجموعة الأوروبية بالبوسنة والهرسك وكل جمهورية يوغسلافيا كما قال أنه يؤمن بأن أغلبية المواطنين المسلمين والكروات والصرب في جمهورية البوسنة والهرسك سيصوتون لصالح الاعتراف الدولي في الاستفتاء الذي اقترحته لجنة التحكيم في المجموعة الأوروبية والخاص باستقلال البوسنة والهرسك، وقال روزمير محمود جهايتش أنه من الضروري بمكان أن تعيش البوسنة والهرسك كدولة مستقلة. صحيفة زمان تاريخ 7/1 1992 الجيش الصربي يوجه إنذارًا إلى البوسنة والهرسك. قدم جيش الصرب الذي يحمل اسم جيش يوغسلافيا إنذارًا إلى البوسنة والهرسك يطلب فيه إلغاء الاستفتاء الشعبي الخاص بالاستقلال. جريدة زمان تاريخ 20/1 1992 قررت رئاسة جمهورية البوسنة والهرسك في يوغسلافيا قبول مبدأ الاستفتاء من أجل الاستقلال. وقال محمد جنكيز نائب رئيس الوزراء في هذه الجمهورية أن الاستفتاء على الاستقلال هو الطريق الديمقراطي الوحيد لحل المسألة. جريدة زمان بتاريخ 22 1992 فبراير 1992 ميلادي 1412 هجري الفئة الصربية تعارض الاستفتاء على الاستقلال اقترح علي عزت بيجوفيتش رئيس دولة البوسنة والهرسك انتخابات مبكرة عقب الاستفتاء الذي سيجري يوم التاسع والعشرين من فبراير والذي سيحدد فكرة الاستقلال وقد قدم بيكوفيتش اقتراحه هذا أثناء مباحثاته مع ممثلي الأحزاب السياسية في البوسنة والهرسك وقد اشترك في هذه المباحثات الحزب الديمقراطي الصربي وهو حزب يعارض إجراء استفتاء الاستقلال ودافع بيجوفيتش عن فكرة معيشة عناصر البوسنة والهرسك الثلاثة جنبًا إلى جنب وهم المسلمون والكروات والصرب، ودافع عن وحدة أراضي البوسنة والهرسك وقال إنه ضد انفصال أي جزء منها. ذكر بيجوفيتش أن تقسيم البوسنة والهرسك سيفتح الطريق أمام تراجيديا مؤلمة بكامل المعنى، وقال في هذا: إن هذا الموقف أي التقسيم سيؤدي إلى خسارة بشرية وانهيار الاقتصاد تماما وقد عقد رادوفان كارادزيتش زعيم الحزب الديمقراطي الصربي في البوسنة والهرسك مؤتمرا صحفيا خطيرا وصف فيه الاستفتاء بأنه انقلاب وتقسيم وقال كارادزيتش أن الاستفتاء معناه الإخلال بالحقوق التي من شأنها توضيح أقدار الصرب الذين يعيشون في البوسنة والهرسك صحيفة زمان تاريخ 1 2 1992 خطة تقسيم البوسنة الصحف التركية تحذر قائله ان البوسنة والهرسك في خطر وتقول ايضا ان السيناريو تقسيم البوسنة والهرسك بين صربيا وكرواتيا قد احتل مكانه مرة اخرى وصرح وزير خارجية النمسا المجاورة للبوسنة والهرسك ايلوس موك للاذاعة البريطانية بان الموقف في البوسنة والهرسك قابل للانفجار في اي لحظه، وان هناك احتمالا قويا لقيام حرب اهليه في البوسنه والهرسك بسبب التكوين العرقي في هذه الجمهوريه، وانه شخصيا يؤمن بضروره وجود قوات من الامم المتحده في البوسنه والهرسك قبل انفجار الموقف فيها. صحيفه زمان تاريخ 5/2/1992 تاجيل الاستفتاء على الاستقلال في البوسنه كان من المقرر عمل استفتاء على استقلال جمهوريه البوسنه والهرسك يوم التاسع والعشرين من فبراير حسب شروط مجموعه الدول الاوروبيه للاعتراف بهذه الجمهوريه لكن تاجل هذا الاستفتاء الى اجل غير مسمى ويعود السبب في هذا الى ضغوط اليونان على المجموعه الاوروبيه لعدم اعترافها بمقدونيا لذلك كان من الصعب سياسيا على مجموعة الدول الأوروبية الاعتراف بالبوسنة والهرسك مؤقتا صحيفة زمان تاريخ 20-2-1992